عن النقاط يلتقي شباب الاهلي المتصدر الفريق اللي يسعى لانهاء دور المجموعات في صداره الترتيب، الفريق اللي ضمن الوصول. غالب قايبولايف، قايبولايف لحارس المرمى أركاشييف، أركاشييف لكن تمريره خاطئه ثم تسديده هديه كان هزائم فقط 52 نقطة. كان أيضا يطارد فريق أتمك هنالك في أوزبكستان. كرة ملعوبة الآن عرضية، محاولة بالرأس راحت بعيدة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى يعني هذا الفريق على فكرة هذه آخر مباراة لا في هذا الموسم، هذه الكرة وهذه المحاولة والتسديدة الضعيفة اللي كانت موجودة من قبل اللاعب ليما أو هذا ياسين، ياسين بوعلام. في وطن الأمن والأمان الكرة تعود الآن، محاولة وصلت هذه لمحمد جمعة، جمعة سدد لكن الكرة عادت، الكرة عادت إلى حارس المرمى. برافو يا محمد، برافو يا محمد، اللاعب اللي حاول في اللقطة الماضية يبدأ يدخل في الأجواء ياخذ ثقة أيضا. اللاعب محمد جفي يلعبها لمسة ومحاولة فيها مهارة في المرور والمراوغة، عادة لمحمد جمعة ثم تمرير حلوة. لعيب لعيب لعيب، يا سلام يا علي يا حبيبي الفرسان. شباب الأهلي بمتعة بلوحة بإبداع بكتيبة من اللاعبين البدلاء، لا هؤلاء أساسيين، هؤلاء مبتعين. يسجل أول الأهداف بعد هجمة منظمة سريعة رائعة، من لمسة من لمسة من لمسة وضعوا الكرة من لمسة واحدة في شباك نادي ناساف. واحد رشيد، واحد رشيد، بدأها معلم لمحمد جمعة ليوري لسردار لليما، وليما ما كذب خبر، ليما ما كذب خبر، وضعها في الشباك، سجل الهدف الأول. واحد رشيد، واحد رشيد، هدف أول جميل، هدف أول رائع، أسيست كان جميل أيضا من اللاعب سردار أزمون، والإنهاء كان أروع من ليما. هدف جميل يسجل نادي الشباب الأهلي. واحد رشيد يوري، يوري لعب الكرة إلى جوميز، إيغور، إيغور عرضية من إيغور، المحاولة بالرأس والمتابعة والثاني يضيع، الثاني يضيع، فرصة ضاعت، فرصة ضاعت. هذا ياسين معلم، هذا الرائع أيضا ياسين معلم اللي بدأ الهدف، بدأ قصة الهدف الآن بارتقاء جميل من ياسين معلم بالقميص رقم 3. تابعوا واستمتعوا معاه في سعيد سليمان، سعيد سليمان لسعيد عزة الله، الكرة العرضية فيها الثاني، فيها الثاني، فيها الثاني، فيها الثاني من سردار. نعم الثاني، نعم الثاني، سردار أزمون اللي يرفض التعادل فقط، جعلهم يتهنون بعودتهم إلى المباراة دقيقة واحدة، والسردار يسجل الثاني، يسجل الثاني. سعيد عزة الله لعب الكرة رائعة لسردار أزمون، وأزمون وضعها بالشباك، سجل الثاني الأهداف في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، والثاني أهداف الفرسان. هذه الكرة، هذه المحاولة من سعيد عزة الله، كنترول رائع من سردار أزمون، واحدة من سردار اصطدت المدافع وراحت الشباك. هدف ثاني، هدف ثاني لشباب الأهلي. الفرسان عادوا للتقدم، نعم الفرسان عادوا للتقدم سريعا بعدما عادوا فريق ناساف إلى المباراة، لكن شباب الأهلي رفض التعادل وأبى إلا أن يفرحنا مرة أخرى بشكل سريع. سيتوب الدور القادم. كرة ملعوبة الآن أمامية، محاولة ليوري، سيزار لعبها عرضية، تمريرة سردار، يا عالي يا سردار، والسلام على شباب الأهلي. الفرسان سجلوا هدفين في دقيقتين، سردار أزمون لا توقظ الأسد النائم يا نساف، لا توقظ الأسد النائم يا نساف، فتندم بعد ذلك. لذلك الآن يستقبل هدفين في دقيقتين، أصبحت النتيجة الآن 3-1، سردار تحت هذه الأنظار هنا في ملعب المباراة في استاد راشد في معقل الفرسان. شباب الأهلي يتقدم بهدفين بثلاثة مقابل واحد بفارق هدفين عن نادي نساف. يوري سيزار لعب عرضية شال حارس المرمى، لكن أزمون، 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 أزمون وضعها، سجل هدف الثاني لمحمد، محمد باللمسة لسعيد سليمان، سعيد تسديدة من مسافة راحت بعيدة إلى ضربة مرمى.
ضربة مرمى. ايضا موهيو موغوان يلعب مع تراكتور سازي الايراني، فريق اللي ضمن الوصول، اول فريق تقريبا ضمن الوصول. تراكتور شوط المباراة الثاني مع بدايته، الكرة من يوري سيزار، يوري لعبها الى سردار، ازمون ازمون الهاتريك يا ازمون، لكن لعبها الى ياسين معلم، الفرصة ضاعت والمحاولة. واجهة عمان وتايلند في دور المجموعات، وأدار أيضا مباريات تحت 23 سنة، واجهة ماليزيا وفيتنام واليابان وأوزبكستان، والحكم اللي تحصل فيها آلي على أمام، محاولة من سردار سردار سردار، تمريرة من سردار إلى ياسين وعلام وعلام في شوط المباراة الثاني، هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه التمريرة من سردار وياسين وعلام وعلام وعلام، كان من إمكان أبو علام أن تسجل هدفين في تمريرة